نعم أحسنت. إذن هذه صورة واقعية. الإمام البخاري ذكر مثال الأرض، استأجر أرضا ليزرعها ثم مات صاحب الأرض، فهل الورثة يأتون إلى المستأجر يقول لا أخرج الآن مات أبي وانفسخ العقد، أو العكس مات المستأجر فجاء الورثة الأولاد يتابعوا زراعة هذه الأرض، هل لصاحب الأرض أن يقول للأولاد اذهبوا فأنا أجرت أباكم ولم أؤجركم؟ مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فمن يذكر الخلاف في المسألة؟ لخص الخلاف ابن بطال، ونقل الخلاف أيضا ابن الملقن، وكذلك الحافظ ابن حجر والعيني، وأقدم من رأيته هو ابن بطال. الخلاصة على قولين. الجمهور من؟ نعم المالكية والشافعية والحنابلة على إيش؟ عدم الفسخ. على عدم الفسخ، يعني ما بطلع لك يا صاحب الأرض مدام مات المستأجر إنك تفسخ العقد، لا بده يستمر 10 سنوات 10 سنوات، واللي بده يتابع مين؟ الورثة. أو العكس، مات صاحب الأرض ما بطلع للورثة يجوا للمستأجر لا أخرج أبوي اللي أجرك إحنا ما أجرناك. هذا مذهب مين؟ جمهور أهل العلم، وهم قلنا المالكية والشافعية والحنابلة. بينما القول الآخر إيش؟ الكوفيون والليث قالوا ينقد بالموت. نعم القول الثاني أنه يفسخ، وهذا مذكور عن الكوفيين. عن الكوفيين، من الكوفيون؟ من الكوفيون؟ نعم علماء الحنفية. والليث، من الليث هذا؟ من أين؟ إمام وين؟ إمام مصر يا جدعان، ضيعه أصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا الليث أفقه من مالك، لكن ابتلوا بتلاميذ جمالهم ضيعوا علمه فلم ينشروا فقهه. فبالتالي هذا الليث ابن سعد وسفيان الثوري أيضا إمام من أئمة العلم. فإذا هؤلاء الثلاثة قالوا يفسخ العقد، إذا المسألة خلافية قديمة. طيب الإمام البخاري تنو تكون المسألة خلافية على العادي، شو بيساوي؟ عندما تكون المسألة خلافية وقديمة في العادة ماذا يفعل الإمام البخاري؟ نعم يأتي بمعلقات فيها فيما يرى ترجيح لمذهبه. لذا إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في تبويبه في المسائل التي وقع فيها خلاف ولم يجزم، اعرف عن طريق المعلقات. عن طريق المعلقات. فماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى التبويب؟ تفضل. بس ما تكمل يا جدعان. أحسن. إذا استأجر أرضا فمات أحدهما حكم، هل يفسخ العقد وهو إيش؟ الإجارة أم لا؟ في خلاف.